يفقدون الليلة في سهرية. رسائل موجهة من الناس للناس في فقرة نبيك تسمعني. الحملات الخيرية الرمضانية شن تقدم وفمن تستهدف. وشباب سهرية في المطبخ والأكل في الاستوديو. مساء الخير عليكم في سهرية جديدة من ليالي رمضان الكريم. رمضان الخير، ليالي تزداد فيها الشوق والمحبة والخير وتفتح فيها كل الأبواب المغلقة. مساء الخير على الجميع. أهلا بك عبير وأهلا بكل المشاهدين. حلقة جديدة من السهرية فيها اليوم حاجة مختلفة شوية، كيف ما سمعنا في العناوين المطبخ كل حد فينا حاول انه هو يدير طبخة معينة الا ناو علي. الا ناو علي. اهلا بك طبعا شباب، مساء الخير على كل ما نشوف فينا صح فطوركم. اليوم حنحكوا على عدة مواضيع مختلفة، بس كيف ديما حاب ننوه على شيء سريع، ان قناة 218 دائما مع الليبيين كيف ما كانت حالتهم. نحن بس حابين نكون المكان اللي رفهوا فيه الليبيين عن انفسهم وين ما كانوا، سواء في اي مكان في ليبيا او حتى برا ليبيا. نحن دائما موجودين عشان على الاقل نجيبوا البسمة شوية، او نكون المكان اللي رفهوا فيه شوية الناس عن انفسهم. ودائما 218 ميوز موجودة في اخر الاخبار، او جيب في اخر الاخبار، ومتبع حياة الليبيين لحظة بلحظة. أكيد شباب، وأكيد صحة شريبتكم وصحة فطوركم. أهلا وسهلا بكم في سهرية. كل يوم نحن في سهرية في فقرات جديدة ومختلفة وألعاب. اليوم مفيش لعبة، اليوم مفيش لعبة، بس في بدائل الحمد لله صراحة نشوفين أهم. أنا من فيهن أكل وفيهن طبخ وفيهن أكل، طول أكل أهم يعني توا لأنه ما فيش عقاب. عندك أنت اختلاف معايا في الرأي هذا؟ أنا طبعا أحب الألعاب أكثر. أكيد حنبدأ الحلقة اليوم كيف ديما بالأخبار المزيفة أو بالفيك نيوز. أهلا بكم في موجز للأخبار من سهرية. في إنجاز معماري جديد للدولة الليبية الحديثة سوف يتم يوم غد بحضور رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج افتتاح جسر السويحلي البحري الذي يعد الأكبر في العالم. الجسر الجديد سيربط العاصمة الليبية طرابلس بجزيرة مالطا الأوروبية، ما يجعل ليبيا الدولة الأفريقية الوحيدة التي تجمعها مع القارة الأوروبية طريق واحدة. هذا وسيحضر مراسم الافتتاح كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. الجدير بالذكر بأن من وضع تصور لهذا المشروع الضخم السيد عبد الرحمن السويحلي فيما أشرف على أعمال التنفيذ أحمد معيتيك. في خبر آخر، تفوق الإنتاج الليبي من زيت الزيتون على كل من إنتاج الدولتي أسبانيا وتونس ليقفز للمرتبة الأولى عالميا. التصنيف الجديد لمنتوج ليبيا من زيت الزيتون جاء بعد استثمار لسنوات عديدة وعمل مستمر من قبل الدولة الليبية في مزارع وزرع مساحات كبيرة من أراضي مدن مسلاتة وترهونة وبني وليد التي تعد أشجار الزيتون فيها من أفضل الأنواع عالميا. شهدت ليبيا ارتفاعاً في عدد السياح القاصدين المواقع الأثرية المختلفة، بالإضافة إلى القاصدين شواطئ منطقة البدينة الساحلية، حيث أعلنت وزارة السياحة بأن أكثر من 1.5 مليون زائر قدموا إلى ليبيا بداية من الربيع الماضي. فيما أعلنت الوزارة أيضاً بأن السياح اختلفت جنسياتهم، حيث احتل زوار البلاد القادمين من اليابان وكوريا القائمة، فيما جاءت دول مثل النرويج وهولندا وجمهورية المالديف تباعا في القائمة. في الخبر الأخير، تحصل البروفيسور الليبي جمعة القماطي على جائزة نوبل للسلام، وذلك بعد مساهمته في نشر كتاب يتحدث فيه عن فكرة التعايش السلمي بين الأديان والثقافات المختلفة. الكتاب الجديد يحوي 7 نقاط مهمة استوحاها القماطي من التجربة الليبية الناجحة للتعايش السلمي والتي ساهم فيها بشكل كبير من خلال إرساء قواعد السلام والمحبة بين الليبيين ونبذه للتفرقة، حيث يحسب له جمع كافة الأطراف الليبية المتناحرة على السلطة. وتناول جمعة أيضا في طيات كتابه أهم وصايا المرشد وأتباعه التقيين المحبين للسلام والمودة بين البشر. بهذا الخبر ننهي موجز الأخبار من سهرية، والآن العودة إلى الزملاء في الاستوديو.
تابعنا مع بعضنا الفيك نيوز هو عبارة عن موجز إخباري في بعض الأخبار المزيفة، في منهم اللي يتمنوا أنه في يوم من الأيام مثل هذه المشاريع اللي كيف تم تابعنا الخبر الأول اللي كان للربط ما بين ليبيا وما بين أوروبا، الجسر اللي كان موجود فعلا شباب في دراسة كانت موجودة وقدمت للحكومة الليبية في سنة 2007 فيما يخص هذا الجسر. الجسر يبعد تقريبا 300 كيلومتر، 3 ساعات فقط لو أنت بالسيارة يعني تمشي لأوروبا، قريبة من أوروبا يعني. فعلا كان في هذاك الوقت قبل بالرفض، شن صار فيه، شن المستجدات اللي صار فيه، عموما ما ندارش الجسر. فلكن هو خبر أوكي فيك أو نحن نتمنوه، لكن فعلا قدمت دراسة كاملة بالمشروع لكن للأسف صارش منه. بس ما فيش تطبيق. الأهم من كل الدراسات اللي هي أكيد تطرح دراسات كثيرة كانت في ليبيا للتطوير وللتنمية الاقتصادية وغيرها، ولكن من غير تطبيق يعني. طبعا في موضوع مهم جدا بنحكوا عليه اليوم، عندنا طبعا في احد البرامج هو ستاند اب ليبي، برنامج مختلف، برنامج جديد. كان احد المشتركين او المشاركين في هذا البرنامج سيادة العميد خالد المحجوب، كان في واحده من الحلقات مسجله طبعا قديما، واللي بنحكوا عليه انها صارت اليومين اللي فاتن بعد عرض الحلقه شويه هيك شويه لبس بشكل عام. لكن اللي حابين نحكوا عليه اليوم ان الناس هذوما بني أدمين، في منهم فنانين، في منهم شعراء، في منهم ليش ما نشوفوا المضمون نحن اللي قدم فيه الإنسان هذا، المضمون اللي مليان ثقافة، ليش ما نعلو المشعل تاع الثقافة، هو اللي يكون اللي قدامنا، هو اللي نورنا الطريق، مش بس الهدم والقتل وغيره. ديما الناس اللي في الواجهة مفروض تكون ناس مفتحة وناس متنورة مليانة يعني، وناس عقلها مليان، مفروض هذه حاجة تفرحنا مش تزعلنا. بالضبط. سيادة العميد خالد محجوب كتب منشور على الفيسبوك، يا ريت الشباب يعرضوه لنا على الشاشة، حنحاولوا نقروه أو حنقروه مش حنحاول نقروه. طبعا كاتب سيادة العميد: لمن لا يعرف، كتبت الأغنية والشعر وقدمت البرامج المرئية والمسموعة في ليبيا ولبنان واستضفت نجوم الوطن العربي وحققت الكثير، وكتبت في المنوعات الرمضانية منذ انطلاقة باسط بوغنتا وخالد كافو، وكانت أول مشاركة لي في عطاير بأغنية فكاهية، ثم كتبت قالوها حلقات كاملة وكانت من أجمل الحلقات. طبعا وبعدين قال كتب مجموعة من الأسماء والحاجات اللي كتبهن، وهذه قال موهبة من الله ونحمد الله عليها، وبهذه الصفة يتم استضافتي في برامج مختلفة من بينها منذ أشهر السنة الماضية برنامج ستاند اب كوميدي، ويتحدث عن المواقف والمفارقات المضحكة التي حدثت معي، ولا أعتقد أن في ذلك ما يعيب. قدرت بس طبعا ولا أعتقد في ذلك ما يعيب، وكنت ضيف على طبيعتي وسجيتي كإنسان، فمن يضع على الآخرين لمجرد أغراض هو حر، ومائدة رمضان أسست على زرع البسمة. طبعا صحيح، أسست على زرع البسمة والفرحة في مفاصل المجتمع يبكي حزنا، وكل البرامج الفكاهية الموجودة على كل القنوات شوهدت ولم تتعدى كونها برامج. أما خروج حلقة لي فيها مواقف فهذا يعني القصد من عنده أن كيف العسكريين ما يضحكوش ولا يقدروا يبعدوا، لا يحق لهم أنهم يديروا الشيء هذا. وقال أنا لست منتج البرنامج ولست من اختار توقيت عرضه، يحكي على التوقيت. صحيح. طبعا الأستاذ خالد أو سيادة العميد خالد معروف عنا من زمان أنه هو إنسان فنان، وبالعكس يعني نحن شفنا أن هذا شيء يرفع من قيمته جدا، وأنه هو في المكان المضبوط، وأن الناس هذوما الناس العسكريين نحن ننادوا بالدولة المدنية، نبوا الحاجات المدنية، لما نلقوا حاجة زي هذه مفروض نفرحوا بها، مش حاجة تزعلنا أو ممكن. وبعدين يعني هو طلع في مكان الكوميديا للناس كلهم، الكوميديا ترفح على كل الناس، الكوميديا مش في تعريفات تانية تنقال من بيش نقولها نتوى طرحوهن، بس بالعكس الكوميديا هي الحياة وهي اللي ترفعها الناس. من أمتى نحن في رمضان ما نشوفوش في الكوميديا؟ بالعكس، وكان جدا متميز في هذا الدور، فوجب التوضيح على هذه النقطة يعني خصيصا. أعتقد بأن أكثر شيء الناس اليوم تحب تتفرج عليه بعد كل المشاكل اللي تمر بها المنطقة العربية هي الضحك والكوميديا، وأعتقد بأن دائما صوت الثقافة والعلم والفن بالذات يعني، وأنك توصل رسالة فنية كبيرة، أعتقد بأن صوتها أعلى من أي أصوات أخرى
موجودة الآن يعني. صحيح، ضجة كبيرة صارت على الموضوع وعلى سيادة العميد، إن هو أكيد بعد ما تقلد منصب الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني بعدها صارت مشاكل على قصة طلعته هو في البرنامج، برنامج ستاند اب كوميدي. لكن بصراحة شباب يعني مش غلط أن نحن نشوفه أي متحدث أو أي شخص عنده منصب معين في ليبيا يكون عنده مواهب ثانية ويشارك جمهوره. بالضبط، يعني في العالم كله موجودة وعادي وفي تسامح وفي بالعكس في فخر، نحن نفخره أن في بلادنا في هذا التجانس ما بين الفن وما بين الحياة وما بين أيضا العامل الوطني المهم. من ضمن الكلام اللي هو قاله عجبتني فكرة أو كلمة إنه هو إنسان. حلو. هو كل حد فينا في النهاية إنسان. صحيح. عنده مواهب، عنده أفكار، عنده خطط في حياته ممكن حابب إنه هو يحققها. ممكن منصبه أو شغله يحتاج إنه هو يكون قوي المشاعر أو إنه هو مثلاً خافي مشاعره شوي. صحيح. بس معلش نحن في النهاية نحن بشر، نحن محتاجين نحن نعبر عن مشاعرنا. أكيد. ونحن بصراحة عندنا مشكلة كبيرة هي فكرة إن نحن نمسكوا على كل حد الحاجة المعينة اللي هو يديرها ونديروها غلط ومرات هي مش غلط، والحاجة الثانية هي التعميم، هذه أكبر مشكلة. كنت أكيد تحية لكل من يزرع الفن وثقافة الحياة في المجتمع الليبي اللي محتاجها جدا في الوقت الحالي. نحن مرن علينا سنوات عجاف نتمنوا أنهن ما يطولوش أو ما يطولنش هذه السنوات ونكونوا نحن كليبيين درع لبعضنا ونحقوا الحاجات اللي نتمنوا نحقوهن. خلونا نمشوا لموضوع الحلقة توا، طبعا موضوع حلقتنا عن الحملات الخيرية. ليش تكثر في رمضان وتنقص بعد رمضان؟ تنقص بعد رمضان، كنا نتناقش لنا على كلمة ونبدأ نقرأ في تعليقات شباب من عندك. من سراج يقول مساء النور، من وجهة نظري أو من خلال اللي نشوف فيه بصراحة حملات الخير ما تختفيش بعد الشهر الفضيل، ممكن تزيد في شهر رمضان بس ما تختفيش. نجوى تقول صحف توركم يا غوالي عبير، منى ابراهيم، علي ربي يحفظكم، نورين الشاشه، نحييكم على البرنامج. شكرا. الرائع والاروع. نحاول نشوف على الموضوع الحلقه. ام طلال تقول كيف حالكم، رمضان كريم عليكم جميعا. نشط الان يقول لان في شهر رمضان تفتح ابواب الجنه. اخر تعليق ازدهار تقول حملات الخير من المعروف تكون في رمضان وتعودنا عليها واصبحت من العادات وربي يلم شمل الليبيين. بالضبط، نقرا شويه على الانستغرام. كيف ما قلنا بدري موضوع الحلقه اللي هو ليش الحملات او حملات الخير تزيد اكثر في شهر رمضان. اي كي ار قالت ان صحه فطور كم، حملات الخير من المعروف تكون في رمضان وتعودنا عليها واصبحت من العادات وربي يلم شمل الليبيين، اللهم امين. تعليق ثاني من كوكي، هذه اللي فازت معنا في أول حلقة ودرنا لها نحن كلها منشن، قالت ممكن لأن رمضان أكثر شهر تقرب لله وفيه البركة وصحة فطوركم. صحة فطورك أكيد. آخر تعليق حنقراه، جيرلي قالت لأن شهر رمضان شهر الخير وربي يبارك في كل شيء فيه وبس معش عندي منقول. اوكي، معش عندي منقول. شنو عندنا على الفيسبوك؟ عندنا على الفيسبوك عبير قريتي على اللايف حنقرا على السؤال. في ايمان قالت صح فطوركم رمضان شهر الخير والمحبه والغفران وتلاوه القران وتقرب من الله والاجر يكون في اضعاف مضاعفه، وحلو هالشهر لما تلتم كل العيله وبديت لما تكون ماما وبابا معانا ومنورين اسره برنامج سهريه ومحلاها لمتكم، ونتمنى نكون معاكم في هاللمه الحلوه. عندنا الأم تدعي لي والرب حميني، هيك اسمها حلو. حلو. لأن عمل الخير في رمضان فيه تقرب من الله وتزيد فيه الحسنات. عندنا عبادي قال صح فطوركم وأحلى سهرية، أنا نشوف فيها حتى قبل أو بعد رمضان في خير، بس شهر رمضان غير الأيامات العادية لأن شهر رمضان شهر الخير والعطاء والسلام وهل بحاجات حلوة فيه والحسنات يزيد أكثر وأكثر من الأيامات العادية، ومنورين خوتي وربي يحفظكم. شكرا. طبعا قبل ما تخافوش جماعه تويتر حنعدوا لتويتر، لكن قبل هيك نبغى نسمعوا مسج صوتي جانا على الواتساب، خلينا نسمعوا بس. السلام عليكم، انا احمد من صبراكه واحب ان اشارك معكم في البرنامج. شكرا على جهوده. نوري حمادي، بس يا ريت نتمنوا من كل من يدزلنا مره ثانيه انه يقول الاسم كامل بس عشان نقدروا نتواصلوا معه. نسمعوا مسج صوتي ثاني. ربي يحفظك. ان شاء الله.
طبعا هذا فويس نوت من سيده والده الطفل اكيد. بالعكس لطيف جدا. لطيف جدا صحيح. نقرا بعض التعليقات. نقرا بعض التعليقات على تويتر. ايش رايك؟ يلا. كان ما عندكش مانع طبعا. تفضل تفضل استاف منك حبايبنا. من وفاء وفاء الفزاني، مساء الورد، شكرا يا وفاء، صح فطورك حتى انت. يكثر في شهر رمضان لان عندهم عند بالهم العباده في شهر رمضان بس، مع ان فكره شهر رمضان تعلموا كيف نحصنوا انفسنا ونتدربوا على فعل الخير لما بعد رمضان. كلام جميل جدا. سجوا من وجهه نظري بصراحه حملات الخير ما تختفيش بعد الشهر الفضيل، ممكن تزيد في رمضان، لكن اصحاب الخير موجودين والحمد لله. من ايات الفرطاس، امسيه حلوه، شكرا. وبالنسبه للسؤال، نوع من انواع التخلف نشوف فيه كل شيء كويس ما يكونش الا في رمضان، بالعكس مفروض كل العام. هو صحيح مفروض كل طول العام السنة يعني. انه يكون موجود. اخر تعليق من صابرينا، قالت ان شاء الله نغمض عيني ونغمض عين ونفتح عين نلقى الفيك نيوز هذوم كلهم او هذين كلهم. يا ريت كان قالنا كنا اكيد. خلونا نسمعوا مجموعه من الرسائل الثانيه. يلا. ايوه مساء الخير بقى من السهريه، كل عام انتم بخير وصحه فطوركم. طبعا معك كندا مسعود من بنغازي. حابه نشكركم على برنامج السهريه، ما تحلى السهره الا بيكم. شكرا لك يا كندا. شكرا، كل سنه طيبه. انت طيبه ان شاء الله. مسج تاني. السلام عليكم، انا وعد من طرابلس، نحب برنامجكم واجد ونتمنى لكم التوفيق. شكرا لك يا وعد. شكرا، ربي يحفظك ان شاء الله. يعني نحب نذكره بس كيف الطريقه اللي يبعثوا فيها، اكيد على رقم الواتساب الظاهر امامكم على الشاشه، جزوا اي فويس نوت، حتى الفيديوهات اللي حابين تشاركوها سواء فيديو تحدي فيديو تشالنج اللي احنا دايرينه او الفيديوهات الثانيه، اكيد مشاركتكم حتهمنا على الواتساب، بالاضافه الى التعليقات على الانستغرام وعلى الفيسبوك. صح، ذكرينا منى كيف شن كان التحدي امس؟ ما شاركتش شيء انا. لا ما شاركتش، بس ذكرينا علشان يذكروا بس الناس اللي يشوفوا فينا، لان وصلنا مجموعه نيح نعرضوهن بكره، بس يا ريت نذكروا الناس بس شنو يعني نمثل. لا هو شنو بس اصلا مصر معي. طبعا هو التحدي انك انت تغني في الشارع، وللاسف لو صوتك يعني شين حاول انك ما تجربش يعني. لا بالعكس، هي حلاوتها في الواحد يكون صوته شين. هو التحدي انك انت في الشارع، في السوق، في اي مكان عام، تصبي طبعا وتحاول انك انت تغني، والناس طبعا تنعجب صوتك، حاول يعني بقدر صحيح. الامكان حاول ما تقتلهمش. نسمعوا اخر مسجين صوتيات. ماشي يا حسين، هذا صوت مسج ولا صوت حد؟ لا هذا صوت حسين. باهي نسمعوا مسج صوتي ثاني على الواتساب يا ريت. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. معكم فتحية وفضل، ويا ريت ندخل السحب ان شاء الله. وتحية مني لعبير وابراهيم وعلي ومنى، رمضان كريم. كل سنه وانت طيبه ان شاء الله منى. نسمع الاخير. اكيد حياتنا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام، ان شاء الله كل سنه طيبين، وان شاء الله ربي يحفظ ليبيا ويحفظ الليبيين. وتحياتي قناه 218 وبرنامج السهريه، وان شاء الله اسمي يكون في السحب. ان شاء الله اسمك يكون في السحب، بس قوليه لنا اسمك عشان يكون في السحب. لازم نعرفوا الاسماء اكيد. صحيح. شباب نقروا بعض التعليقات. الاسم وحتى المدينه مهم جدا أكيد. يعني الاسم مع المدينه مهم. خلينا نقروا شويه تعليقات من انستغرام. سوجو قالت مساء النور، من وجهه نظري من خلال اللي نشوف فيه بصراحه حملات الخير ما تختفيش بعد الشهر الفضيل، ممكن تزيد في شهر رمضان بس ما تختفيش، اصحاب الخير موجودين والحمد لله. نحن نحكوا بجديات ان هي تقل بشكل كبير بعد شهر رمضان، تكاد تقول عليها ان هي تختفي، نحن ما عادش نقدر نسمعوا بها بشكل كبير. فؤاد قال صح فطوركم لان شهر الخير وربي يحبس الشياطين وتهدي النفوس وتغلق ابواب النار، والناس تبي تكسب الاجر لان الاجر مضاعف بهذا الشهر الفضيل. اكيد نشوف فيسبوك على السريع. سعاد المنصور تقول هو لان شهر كريم وشهر خير فكل شيء فيه يزيد والناس تقوم فيه باعمال خيريه بزياده. جبرود امراه تقول كيف نخش معاكم السحب خاطري نشارك؟ تقدري تتصلي بينا يا جبروت امرأة أو تبعتي مسج صوتي على الواتساب على الرقم اللي على الشاشة. كيف الرن اللي تو بس مش حيرن عندنا في الاستوديو نفسه. بالضبط. حنقرأ آخر تعليق، صح فطوركم لأن شهر رمضان الخير تزداد فيه الأعمال الخيرية. كويس، حنقرأ تعليقين تويتر قبل ما نطلعوا فاصل. من جنجر أحمد
صح فطوركم، لأن شهر مميز ومبارك ويكتب فيه الخير، وممكن لأن الإنسان وقت صائم يحس بغيره، وإفطار الصائم له أجر كبير، من أفطر صائم فله أجر الصائم دون أن ينقص من أجره شيء. تعليق ثاني من دوسا باندا، صح فطوركم لأن شهر رمضان شهر الخير وشهر تكثر فيه الصدقات وتفتح فيه صدقات وتفتح فيه أبواب الجنة والناس اللي تبي أجر. أكيد سهرية ما زالت مكملة معاكم، خلوكم معنا ما تبعدوش، فاصل ورجعين. سهرية طبعاً عندنا فقرة جديدة متنوعة تحكي عن متابعات فنية، لكن قبل هيك أكيد حنرحبوا بعصام زميلنا. أهلاً وسهلاً بك. مساء الخير عصام. مساء الخير منى، إبراهيم، عبير، علي. حبينا نلقي أحسن أجواء تحت ولا في الاستوديو؟ لو تحت مولعة ما نحكيكش، واتساب بتاع القناة ما شاء الله مش ملاحقين على المسجد، بس نحب نقول للناس يبعثوا لما يبعثوا فويس أوفر يذكروا فيه الاسم واللقب نتاع العيله عشان نعرفوا كيف بعدين نضبطوه مع الجوائز يوم السحب، يعني اللي هو حيكون بكره ان شاء الله. بكل تاكيد نورتنا عصام، هو قاعد ينورنا كل يوم في الفيك نيوز. بس نحن تو طبعا كيف ما قالت منى بدينا في فقره جديده، فقره تحكي عن الفن في رمضان وعلاقه المسرح نحن بينا دبيين. يا ريت تحكي لنا اكثر شنو يعني لما في بدايه الفقره، شن كانت الفكره منها او شن كانت الفكره من عرض؟ طبعا هي متابعات فنيه اليوم خصصناها على المسرح. نحن عارفين انه في رمضان بصراحه تكثر المسرحيات، وبالذات هي تعتبر ثقافة عندنا في ليبيا. اليوم صراحة حنحكوا على مسرحيتين في مدينة بنغازي. نحن نعرفوا أن بنغازي بصراحة تكثر فيها المسرحيات في رمضان وحتى في العيد، وتنزل حتى يعني في التي في يعني يتفرجوا على الناس. مؤخرا تمت فعلا ثقافة وتمت الناس يعني العيلة تأخذ في أسرتها، يعني الرجال ياخذوا في صباياهم وكذا يمشوا يحضروا في مسرحيات عادي يعني. فبصراحة يعني الأجواء أعتقد هنا أن حتى من قبل ثقافة المسرح موجودة في ليبيا بشكل كبير، وممكن المسرح ما بيش نظلم طبعا باقي الفنون أو الأنواع الثانية من الفنون، بس المسرح من أقوى الحاجات اللي موجودة في ليبيا بشهادة الدول الجوار، يعني تونس المغرب كلهم يعرفوا مسرحيين ليبيين على الأقل، يعرفوا واحد اثنين ثلاثة حتى في المهرجانات بتاعت السينما اللي كنت فيه الفترة الأخيرة في تغطيات لقناة 218 ديما يقولوا لي المسرح عندكم، المسرح المسرح المسرح. فنحن أيضا تونا بنقول للناس اللي يشوف فينا تقدروا تشاركونا بمسرحيات حضرتوهن
في المسرح وحضرتوهن بشكل عام وحبيتوهن، وش رايكم فيهن يعني؟ صحيح علي، بس نضيف حاجة مهمة، المسرح الليبي يشارك بشكل كبير جدا في المهرجانات العالمية والمهرجانات حتى العربية، مش بس بالمسرحيات الكوميدية يعني، تلقى في المسرحيات الجادة، المسرحيات الهادفة يتميزوا فيها بشكل كبير جدا المسرحيين، وقدموا العديد من المسرحيات ممكن ما تكونش معروفة ومشهورة لنا نحن، بس هن معناهن وقيمتهن المسرحية كبيرة جدا. اوكي نحن المتعارف عليه واللي نعرفوه المشهور اكثر المسرحيات الكوميدية اللي عالقة في روسنا يعني لفترة طويلة جدا، بس الجوائز تجيب فيهن المسرحيات اللي هن تراجيديا اكثر. والفترة الأخيرة غطينا في العشية في أكثر من حلقة فرق ليبية شاركت برا في تونس وفي الجزائر وفي المغرب، حققت يعني الترتيب الأولى في المهرجانات المحلية العربية اللي هي في نطاق المغاربي نقدر نقوله، لكن نتمنى أكثر. المسرح الليبي يعني يعاني من عيوب الفترة الأخيرة، أكثر شيء لما نحكي مع الفنانين في ليبيا يقولوا التذاكر، سعر التذاكر في ليبيا من السبعينات ما تغيرش، سعر التذكرة 3 دينار. ثلاثة دينار صح. يعني مش معقولة فنان يتعب ومجهود طول شهر كامل عليه يعني. بروفات وغيره وتكاليف وغيره، يعني 3 دينار نشوف فيها سعر قليلة جدا، قيمة مش كويس. منى، أستاذ أحمد بوفردة معنا نستقبله، يحكي لنا أكثر على المسرحيات اللي الآن موجودة في شهر رمضان، منهن شقة للبيع. شقة للبيع بالضبط. طبعا هي مسرحية شقة للبيع هي تحكي عن معاناة اللي قاعدين يأجروا في حاليا يعني في الأزمة الراهنة، الشباب اللي قاعدة تأجر. أكيد حنفهموا أكثر من أستاذ أحمد بوفردة، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا، نورتنا وصحة فطورك إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير يا رب. احكي لنا مبدئيا استاذ احمد على شقه للبيع، يعني كيف كانت فكرتها من البدايه؟ يعني هي تحكي عن المؤجرين صح بشكل عام؟ بشكل عام تحكي على ليبيا واللي صاير في ليبيا، والمؤجرين هذول جزء من ليبيا، يعني ناس تعبوا الفتره هذه قاعده يؤجروا، فقاعدوا عندهم معاناه. فشقه للبيع هذه يعني قريتها حسيتها ان عمل كويس وعمل كبير وعمل يعتبر عالمي لحد ما انا اعجبت فيه، فالناس كانت رد بنشتغل فيها. المسرحيه جميله جدا. نعم. المسرحيه جميله. تفضل استاذ احمد نسمع فيك. نعم. المسرحيه جميله وتحكي معاناه للمؤجر اللي ياجر هذا، المعاناه بتاعها كلها تحكي في المسرحيه. الراجل شرا شقه 10,000 جنيه اللي هو انا شريتها، بعد فتره قعد جنب واحد قال لي شفتها والله شايف. نعم. طيب استاذ احمد، يعني حابه نسالك، هل تسمع فينا في الاول كويس ولا لا؟ تمام. حابة نسألك، يعني نعرف بأن شهر رمضان يعتبر شهر موسم، يعني موسم فيه كل الأعمال الفنية أو البرامج الفنية أو غيرها حتى الدراما، هل تحرصوا منكم دائما تقدموا مادة كوميدية أكثر للناس في شهر رمضان المبارك؟ بالضبط هذا ما نقدمه فيه، مادة كوميدية للناس، لأن نبوهم يبتسموا ونبوهم يضحكوا من هالمشاكل اللي سايرة في الحين، ويبتسموا على الأقل في الأخير. فطبعا المسرحية عجبتني، كلمت المخرج خالد البراسي وكلمت مجموعة معايا السيد رهيب الخمسي، معايا قليل العريفي فنان من فنانين المسرح حتى هو، ومجموعة من الشباب الكل. نعم. جميل جدا. أخيرا استاذ احمد، عارفين انت حضرتك قاعد في العرض حتى مش نطولوا عليك، يا ريت تتعرف الناس بمكان المسرحيه وامتى يقدروا يجوا، لو حاب توصل رساله من خلال شاشه 218. كان المسرحيه المكان المسرحيه في الوطني، في المسرح الوطني في السلماني، في يلا يقول عبيد السلماني يقولوا عليها. المسرحيه يعني يجوها جمهور كبير سوا، والممثلين كثير، وعائلات، اغلب الجمهور عائلات بيجونه، فلذلك مهم جدا ان الواحد يجي يتفرج على المسرح، ومهم جدا ان احنا نقدم مسرح كويس، ومهم جدا ان الناس تستمتع في رمضان. نعم.
بكل تأكيد شكرا جزيلا أستاذ أحمد بوفردة. طبعا سمعنا شباب الحركة المسرحية في رمضان تزيد ديما نعرفه من زمان، من الألفينات على الأقل اللي حضرهن أنا أكيد فيه قبلها كان نفس الشيء، وقال في رمضان لأنه أول وقت اللي يلتموا فيه العوائل كذا بشكل عام. صحيح، هو الخبر المفرح بشكل كبير عودة المسرح الشعبي بعد ما شاهد فترة طويلة جدا وطني. المسرح الشعبي مسرح الوطني في السلماني، المسرح الشعبي ما شاهد كيف ما نعرفوا نحن الأحداث اللي كانت سايرة في المنطقة، منطقة وسط البلاد والصابري، أخيرا المسرح يعود من جديد ويعود بمن؟ يعود بميلود العمروني اللي كان عنده مسرحيات بصراحة جميلة جدا على خشبة المسرح الشعبي. بس أنا لازم نقول لكم شباب إنه طبعا أستاذ أحمد بوفردة والفنان إبراهيم الخمسي من أكثر الفنانين اللي عندهم طبعا رصيد فني، وبرضه لهم 10 سنوات تقريبا. هو أكثر شيء يعني الفنان إبراهيم الخمسي كان موقف أكثر من 10 سنوات على المسرح، فإن هي عودة فنانين كبار ولهم رصيد حلو صحبه. يعني حاجة حلوة أكيد، وأكيد عندهم جمهور يستنى فيه. عصام، شنو آخر مسرحية حضرتها أنت؟ وين قديمة تقريبا من 2001 بس ما نتذكرهاش الحق، كانت في المسرح الشعبي على فكرة. أنا في المسرح الشعبي يعني مسرحيات أنا تقريبا كوشي يكوشا، أعتقد أن كوشي يكوشا يا إما سياد الكورة كانت لمحمد الصادق، يعني حاجة من اثنين. أكثر مسرحية حبيت نحضرها كوشي يكوشا للراحلة نعيمة أبو زيد، كانت المستشفى. أنا حضرت المستشفى، أتذكر آخر حاجة حضرتها. خلونا نقرأ بعض التعليقات قبل ما نعدوا المسرحية الثانية منى مع الأستاذ ميلود العمروني. فيه العديد من التعليقات صراحة. نور ليبيا قالت نبو فكرة جديدة وياريت تجيبوا ضيوف من برا ليبيا. استني شوية نور، إن شاء الله الخير جاي ما مش نقوله بس من توا. من لاماسيا، الحملات في رمضان للأسف نحس فيه معظمها على خاطر يقولوا فلان دار وفلان أعطى زي الرياء وبيش تنزل في السوشيال ميديا، ياريت يستمر هالعطاء في كل أيام وشهور الله. تمام، نقل شوية فيسبوك نكمل عادي والله. ترى يزعلوا جماعة رغم بدري كلهم بيزعلوا يعني كان عزعل كلهم بيزعلوا صح بيزعل. خلوها 4-4 انستغرام حق فيهم يكلموا 4-4 عطي تليفون المنى عليش مسك التليفون عطي تليفون المنى كويس. نقرأ تعليقين تانية. من حنون، مساء الخير نبي ندير معاك تحدي، تقول صفحة 7-5 صفحة 7 صعبة 5 أنا مرة واحدة ما عرفتش نقولها بس مش توا إن شاء الله حنديروها في الفقرة الجاية أو الفقرات اللي بعدها. خلاص تفضل. تمام، نقرأ شوية فيسبوك. محمد يقول منورين شباب كل ليلة طيروا في الكساد، إبراهيم وعلي أخوكم محمد كازوز تحياتي ليكم. منور يا محمد. أمال تقول خير عليكم منورين كلكم. بالنسبة لسؤال الحلقة، ممكن عشان الناس صايمين ويحسوا بشعور الجوع فيحسوا بغيرهم أكثر ويذكروا. أكيد هذه نقطة مهمة جدا الواحد يحس بالغير خاصة في هذا الشهر الكريم. أيضا أبو أنس يقول مساء الخير، برنامج حلو الأكثر جمال وحلوة الأرجوحة الحلوة، ربي يوفقكم. نقرأ آخر تعليق. يلا. كلهم يسألوا بصراحة على كيفية المشاركة، إن هي كيف تبي تشارك، هل تبعت رسالة صوتية على الواتس أب والطريقة بس توضحها لهم عليها. اوكي تسريفية يعني. اوكي طبعا اكيد من خلال المسجات الصوتية على الواتس أب، الرقم اللي حيكون موجود على الشاشة هو نفس الرقم اللي تقدروا تشاركوا فيه التحديات، تغنوا في شارع، حد منكم يغني في شارع ويورينا انه قدر يدير تحدي. هذا حنتحدى واحد من الشباب، استنوا شوية اعطوني فرصة. بالإضافة إلى أرقام التليفون الموجودة على الشاشة تقدروا تتصلوا بينا وأيضا تخشوا معنا للسحب الأسبوعي. إن شاء الله سحب حيكون بكرة عشان نعطي فرصة أكبر للناس إنها تشارك يعني بشكل عام. تفضل بالضبط، خلينا انستغرام لأننا أوكي. عماد قال تزيد حملات الخير لأن رمضان شهر تكون فيه الإحسان أكثر أو حسنات أكثر، هو يقصد، ولمساعدة المحتاجين، وهناك ناس لا يكون عندها شيء وربما تستحي أن تقول أي حاجة على حالها وحملات الخير تساعدها. واضح تعليقك يا عماد. إيمان قالت صح فطور كم، ربي يحفظكم يا غوالي وأنا نحبكم هلبة، شكرا جزيلا لك. شكرا. عماد رد من جديد وقال رمضان كريم، حملات الخير تخفف على المحتاج التفكير في احتياجات رمضان. آخر تعليق وكلم عماد بصراحة معلق كم تعليق عماد يعني ان شاء الله عليك. سارة قالت مساء الخير وصحة فطوركم شباب، في انا ديما نشارك معاكم واقرو تعليق بليز او قرينا تعليقك يا
صار على الانستغرام جماعه الفيسبوك راجيلهم مني. ايش رايك منى منى تشرحي لنا شوي؟ نقرا اي ما نحن قرينا فيسبوك نشر. بس باش نلحقوا على الثانيه يعني المسرحيه الثانيه. المسرحية الثانية طبعاً هي من تأليف وإخراج وبطولة الأستاذ ميلود العمروني. قلع ورمي صح؟ قلع ورمي طبعاً هي في المسرح الشعبي طبعاً يعني من ضمن المسرحيات الحلوة والنزيكة والفني بس أكيد ديما أستاذ ميلود من ضمن الحاجة الفكاهية يعطي في رسائل وتكون مرات واضحة وممكن مش واضحة فمش عارفه يعني انا حابه نهدرز معاه ونفهمه اكثر على المسرحيه. اكيد حنحاولوا نحكوا معاه كيف ما قلتي انت مره ثانيه لانه مشغول حاليا في عرض. باهي تبي تقرا التعليقين نقرا يا ريت وبعدين يصير في تفنيس ولا حاجه في كوره. لا يا ريت. عندنا محمد قال صح سحوركم لكل كادر قناه 218 رمضان الخير والغفران. الحملات في رمضان تزيد اكثر واكثر في رمضان. ربي يدوم لمتكم مع عائله سهريه ومنورين في هاللمه الحلوه. تحيه خاصه جدا لعبير وعلي وابراهيم وليك طبعا منى ورب يدوم هاللمه. طبعا ما يحلى رمضان الا ببرنامج سهريه. في لافي بيانو هي اسمها شاهد صالح صح فطوركم يا احلى برنامج واحلى عالميين بالنسبه لحملات الخير لان في رمضان يحسوا بالغير بزياده ومن المفروض ديما نحسوا بالغير ونحن على بعض وربي يحفظ ليبيا والليبيين. في توتو قالت صح سحوركم نورين عبوره ومنى وعلي وابراهيم. في كتولة قالت صح فطوركم صراحة تهبلوا انت من خير. مازال في ثلاث تعليقات في الصفحة مدرتين. منى تهبلي يحفظك يحفظ عبير وابراهيم وكل شخص قائم على البرنامج. خلاص معلش اخر حاجة. في احمد قال صح فطوركم وربي يدوم لمتكم ويحفظكم. اوكي طبعا كيف ما تابعنا قراءة التعليقات كلنا ونحاولوا نقروا تعليقات على قد ما نحن نقدر من ثلاث يعني من ثلاث برامج انستغرام وفيسبوك وايضا تويتر. عيسام بس قبل ما تسال عيسام في تعليق لعيسام قال نورت عيسام جد الله بجد ابدعت لان الكل يعتقد ان شهر رمضان يتم فيه زعل تقريبا مش عارفه. المهم نورت. المهم تحيه عيسام. تمام عيسام شنو الفقره اللي مجهزها؟ الفقره اللي مجهزها الكم عندي فقره اسمها نبيك تسمعني. فقره نبيك تسمعني هذه يعني رساله من شخص يحب يشكر مثلا والدته، يحب يشكر صديق على موقف، يحب يشكر اي شخص يعني في حياته وقف معه او كان له موقف ايجابي معه او في حد زعل من حد. نحن عارفين ان شهر رمضان هذا شهر التسامح اكثر شيء يعني ديما تصفى فيه القلوب وديما الناس تحب تود بعضها وفي ناس تستغل يعني في اللي قد يراجي في شهر رمضان باش يجي باش يتصالح هو صديقه او حد يعز عليه. فحبينا نديروا الفقره هذه باش نقربوا الناس اكثر من بعضها. واللي عنده حاجة في خاطره يقولها للشخص الثاني من خلال هالفقرة. وعندنا اليوم تقريبا أربع أشخاص شاركوا معنا في فقرة نبيك تسمعني. نشوفوا الفيديو ونشوفوا من كانت رسائلهم من خلال الفيديو الجاي يعني. السلام عليكم قناة 218 وإن شاء الله كل عام وانتم بخير وإن شاء الله ديما ملتمين على الخير. قناة مميزة وبرامج مميزة. نحب نشارك في برنامج سهرية في فقرة نبيك تسمعني ونبي نقول أمي نبيك تسمعيني إن شاء الله ربي يحفظك ويخليك لي ونبيك تسمعيني وديري بالك من صحتك ولأنك أنت طبعا دنيتي كلها وما نقدرش نعيش بلاك وانتي روحي ونبضي وإحساسي في الحياة دي كلها. ونحب أمي الثانية ليبيا نقولها إن شاء الله يا ليبيا تهني وترتاحي. رمضان كريم عليكم. نحب نشكر والدتي السيدة العظيمة اللي ربتنا واهتمت بينا وكبرتنا واللي هي لها الفضل الأول من بعد الله سبحانه وتعالى في اللي وصلنا لعند توه. نحب نشكرها ونقولها كل سنة وانت طيبة وإن شاء الله يا ربي ديما معانا وكل رمضان معانا. إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك ويعطيك صحيحتك. ونحب نشكر الأستاذ ناصر الكيخية. طبعا الرجل هذا مهما دويت عليه ومهما شكرته ومهما زكيته مش حنوفيه حقه. هو صاحب فضل كبير علي أنا شخصيا في حياتي المهنية. نقول لك كل سنة وانت طيب إن شاء الله ربي حتى انت يعطيك صحيحتك ويخليك للنديمة
ويطول الله في عمرك ان شاء الله. كل سنه طيبين ومشكورين على قناه 218 تحت هذه الفرصه في برنامج سهريه فقره البيت تسمعي موجهه ان شاء الله للوالد تاج راسي وكل احبابي في ليبيا ونوجه للوالد ان شاء الله بطول العمر وان شاء الله ليبيا ترتاح وان شاء الله ليبيا تتهنى ونتمنى ان اتحاد هذه الفرصه في شهر رمضان وكل قلوب تتصافى وكل قلوب ان شاء الله ونبدو ليبيين يد واحده وشكرا شكرا بجد يعني وكل سنه طيبين لقناه 218. نحب نوجه رساله شكر وامتنان لوالدي ووالدتي على كامل دعمهم لي خلال فترة دراستي. يعني الحمد لله رب العالمين أنا السنة اللي فاتت خرجت وخذت درجة بكالوريوس والفترة الحالية قاعد نحضر في دراسات العليا. طبعا كل اللي أنا قاعد فيه هذا من تقدم هذا نشوف فيه أنا من دعواتهم لي وإن هم ديما يقولي الحاجة الكويسة وإن أنا نشوف الإرادة اللي عندي هذه إن أنا نكمل وبدأت في مسيرتي التعليمية إن كل هذا بسبب دعواتهم بسبب إن هم ديما يعني يوجهوا فيها لأننا نكمل التعليم نتاعي. السلام عليكم أحييكم أخوتي وأخواتي بقناة 218 خاصة برنامج سهرية وعلى فقرة نبيك تسمعني حبيت نوصل مسج لأختي الكبيرة طبعا زعلانة مني شوية واخد علي خطرها معني أنا اللي زعلان ونقول لها آسف جدا وانت أختي الكبيرة وكل سنة طيبة أنت ولدك وزوجك وإن شاء الله ندير لك زيارة حتى أنت برا بنغازي ونحب نهني أخوتي كل الليبيين واللي في بيناتهم مشكلة أو زعل بسيط اعتراضه ما يخشش بيناتنا لا مواضيع سياسية ولا شيء ولا أي موضوع كان نحن أخوت وين ما كنا شرق أو غرب أو شمال أو جنوب أخوت وكل سنة وليبيا بخير وإن شاء الله كل يوم أحسن وكل سنة أحسن وكل رمضان أحسن تحياتي للجميع خاصة برنامج سهرية. الشكر والامتنان في الحياة شيء مهم يحسسك بقيمتك في الحياة ويحس بقيمة الناس اللي تحبك واللي تخاف عليك بجد صحيح. يعني طبعا شيء جميل جدا اللي شفناه توا شفنا شباب أكيد. كيف في في اعتذار منهم في شكر وانت بنفسكم تقدروا تشاركونا خلال رقم الواتساب الموجود تحت الشاشة او لوطة في الشاشة عن طريق الفيديوهات اللي تقدر تزون سواء في التحدي سواء فيديوهات تانية حابين تشاركوا بهن باي شكل من الاشكال نقروا بالعدد 3-4 تعليقات ونطلعوا نطلعوا فاصل عندنا عماد برطوع انا عماد برطوع دائما تابع فيكم شكرا يا عماد شفنا التعليق بكل تاكيد ميرو من افضل الممثلين الفنان ميلود العمروني يعطي بكل صدق وايات قالت زيك ابراهيم حتى انا اخر حاجه كوشي يا كوشا اكيد تابعنا تعليقاتهم بصراحه بس على السريع ماشي يقرا واك منك يا ابراهيم ايه على السريع يلا اوكي جماعة قاعدين يجروا في ودن F.A.T. قالت صح فطورك منورين شاشة خصوصي انت والله قريتها بصدق قالت خصوصي انت يا برهم شكرا جزيلا لك لأن شهر الخير وربي يحفظكم كلكم اوكي كمان اوكي وجاك قدامي شكرا شكرا تبوش فيسبوك خلاص خلنا نطلع وفاصل اكيد مش منهم منهم مش مني يا بخليني نقرا مش ما تقولوش بعدين منهم هم هم اللي بيبوش يقرا يا جماعه الاحترام قلت لكم عندك اسامه جهل ممكن تقرا تعليقي منورين ربي يحفظكم ونا علي وابراهيم وعبير في ضبية العينين قال صح فطوركم ديما في رمضان يزيدوا باش يفطروا يفطروا صائم يكسبوا اجر ويحسوا باخواتهم لانه مش كمان انا حصلت عرم كلمات على الكومنتات اللي تو بشافوا بس نضحوا من اجلكم طبعا حتكون الفقره الجايه عندنا فقره الجايه اللي حنحكوا فيها حتى على الموضوع بشكل اكبر وحنقروا فيها التعليقات بشكل اكبر وعصام حيردنا في الفقره اللي بعدها بالاكلات والطبخات الموجوده في حسيتك جاي تاكل انا جاي ناكل يلا خلينا نشوف فاصل ونرد يلا متاكد انت الوحيد مش حتاكل اوكي
زي ما حياة الإنسان مش مرتبطة بعمر معين أو بزمن معين، أكيد حتى الأعمال الخيرية ما أعتقدش أنها مرتبطة بشهر رمضان الكريم. الخير مفروض يكون طول حياة الإنسان وطول أكيد السنة يعني. بكل تأكيد، بس وجب التنويه أن نعتذر الأستاذ أحمد بوفرد، أكيد الصورة اللي طلعت للأستاذ أحمد العساوي ومساعد مخرج بس صار لبس بس في الصور، أكيد نعتذر له، ونحن سعيدين جدا أنه كان معنا في الفقرة اللي فاتت. بالضبط، نرجع لموضوع حلقتنا لليوم، موضوع حملات الخير بشكل بصراحة ملحوظ بشكل كبير، تكثر في شهر رمضان لدرجة أن بعد شهر رمضان تقول وين كانت هذه الحملات الخير، لأننا نحن محتاجينها في هذا الشهر، في البعض اكيد. بس قبل ما تكمل خلينا نكمل النقطه هذه لا لانها مهمه، خلينا نكمل وجهه نظري. شريني انا اللي قلتها. خلينا نكمل وجهه نظري بس مهمه. اكيد ان الحملات الخير موجودين والناس الفعالين الخير موجودين حتى بعد شهر رمضان، ولكن احنا نقطتنا الرئيسيه اللي حكينا عليها ليش تكثر بشكل ملفت في شهر رمضان، اكيد حنقروا تعليقات. برضه هذه حاجه كويسه يعني، مش حاجه سيئه. اكيد هي من غير شك، بس يا ريت ان هي تستمر يعني ما توقفش، هو هذا المغزى او والله هو صراحه حتى في الفتره الاخيره شباب قعدنا وخاصة من خلال برنامج العشية في الحملات الخيرية دائما موجودة، مش بنفس الزخم اللي في شهر رمضان، ولكن فيه موجودة بشكل يعني كبير يعتبر شوية. حنقول لكم حاجة مهمة، هي الحلو في الموضوع إن لما نربوا أطفالنا حتى لو ما علمناهمش بالضبط ممكن ان هم نعلمهم يشوفوا الحاجات الخير اللي تندار في الحياة. حلو انك انت تساعد، تصبي، توقف يعني في مواقف صعبة، انك تعطي، وديما الفكرة انك لما تعطي تاخذ، اكيد هذه فكرة الحياة غير شك. بالضبط، نحن عندنا تقرير عن حملات الخير في شهر رمضان، خلينا نتابعوه ونرجع نقرأ تعليقاتكم ونكملوا عقب الفقرة. تستعد الجمعيات الخيرية والمؤسسات المدنية في مدن ليبيا عديدة خلال شهر رمضان لتجهيز لحملات تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة محدودة الدخل والنازحين. تتنوع الخدمات بحسب كل جمعية ومؤسسة، ولكن الهدف الأساسي يكمن في تخفيف معاناة الأسر جراء ارتفاع الأسعار ونقص السيولة المالية والأوضاع الأمنية الصعبة. تعلن هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية المدنية عن إطلاق الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفة بذلك الشريحة الأكبر من المواطنين وبشكل خاص رجال الأعمال، عبر فيديوهات قصيرة تروج للحملة وأهدافها وتصل للناس بشكل أسرع. وإحدى أبرز الجمعيات التي نشطت في هذا المجال ولازالت مستمرة هي جمعية الهلال الأحمر، التي تقوم كل عام بجمع التبرعات إما عن طريق حسابها المصرفي أو في مقراتها في المناطق. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها الجمعيات والمؤسسات عامة في حصر عدد الأسر المحتاجة أو تحقيق المساواة في التوزيع وضمان وصول المساعدات لأكبر عدد من المحتاجين، إلا أنها تلقى رواجاً كبيراً وتجاوباً من الناس، تكريساً لروح هذا الشهر وما يزرعه في قلوب الناس من المحبة والخير. تابعنا مع بعضنا تقرير حملات الخير، الحملات اللي موجودة في شهر رمضان مبارك، أكيد حنقروا بعض التعليقات اللي على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى الانستغرام، وحنبدأ بالانستغرام ولا أوكي أبدأ بالتويتر كويس. بس نذكروا بنقطة مهمة أن الانستغرام دائما فيها كيف المسابقة أو لعبة فيها خفيفة باش نزيد ونتعرفوا على بعضنا، كيف ما قلنا حيكون في جرس في وقت معين في الحلقة وآخر اسم موجود أو الاسم اللي قاعدين نقروا فيه أو غيره حيكون حنديروا له منشن ونديروا له فولو من الأربعة اللي موجودين اليوم مش ثلاثة بس الأربعة اللي موجودين. خلينا نبدأ أنا. يلا هي. يلا. في أستاذة منوشة قالت صح فطوركم نورين، في بنتك ليبيا قالت صح فطوركم شباب ربي يحفظكم لينا، في أوجي قالت ممكن طريقة الاشتراك في المسابقة. أوكي. المرة حتى المرة هذه بنقول لا واجد أوكي. أي مسابقة فيهن؟ المسابقة العادية اللي بتدخلي على السحب تقدري أكيد عن طريق الاتصال على الرقم الهاتف اللي موجود، أو مرين. أنك تدز مسج صوتي على رقم الواتساب للبرنامج وأكيد اسمك حيخش في السحب على جائزة مالية في نهاية الأسبوع تقدر بخمسة اليوم متقلبين ليدي اليوم هذا تعليق لي علي قالت لك توتو قالت لك بحبحها شوية علي في التعليقات بالله عليك
تحكي على التويتر على تويتر وعلى الفيس. في منصور قال بصراحة إن الفنان ميلود العمروني أحلى فنان في ليبيا ومنورينها يا علي وإبراهيم ومنى وعبير. عشان شكراً. الوقت لك تفضل. يلا نكمل أنا. تفضلي. يلا أم عبادة تقول رمضان هو شهر الخير والتسامح والزكاة ورب يحفظكم علي وإبراهيم وعبير ومنى. أنت جميلة أرجوكم أقروا تعليقاتي. نسرين تقول صح فطوركم ببرنامج سهرية يهبل خاصة منى وعبير. ما شاء الله عليها. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبارك الله. ما فيها شك هذه عبير. نحن مش شاكين في الموضوع يعني. نحن بس زيادة رام. أكيد مش حيكون مثلا يهبل خاصة الصفة هذه ممكن شوية. لا هي يهبل ما تمشيش إلا معاكم صح. تمام خلنا نقرأ آخر تعليق. علاء يقول لكم الفضل في هذا العمل الرائع والجميل في لمة ناس على حب الخير. شكرا لك على التعليق الجميل. شكرا علاء. نمشي تويتر ساد ابراهيم. اوكي شكرا. وام ما فيش ولا مره خشيت حضرت مسرحيه تحكي على الموضوع لكن تفرج عليهم في التلفزيون وحلوات واكثرهم الممثلين دمهم خفيف. تينج ان او اكس علي ليش تويتر ديما عندك لكن صحيت منورين شاشه تبوني نسيبها ثون سيبها انت من الخسرانين. بالعكس والله ماني ظلمكم يا جماعه. في حد ما قريناش اسمه من اول ما بدينا البرنامج لعنتوا. تعليق ثاني من دكتور الدوسة بخصوص سؤال اليوم. يمكن لأن في رمضان تقل ساعات العمل والدراسة وهكي تفرغ الشخص. هذا تعليق مختلف صراحة وفكرة حتى هي ممكن تكون صحيحة. يتفرغ لأعمال الخير أكثر وربي موجود ويستجيب في كل الأوقات مش بس في رمضان مع هاشتاج بكل صحيح. تأكيد نقرأ شوية على الانستغرام اللي فيه الجائزة اللي فيه المنشن اللي احنا حنديروه. فانتوا علقوا على الانستغرام ونحن نقرأ لكم أغلب التعليقات وبالقوة اليوم بس. أوكي. زهور قالت في ناس ما تعرفش الخير إلا في رمضان بس هذا وين يعرفوا في ربي فوق منهم مع إن سنة كاملة عندك يا بني آدم. رمضان قد قليل من يفهم الشيء هذا وآسفة لو أزعجتكم بتعليقي. شكرا لك يا زهور. تامي قالت المسرحية الوحيدة اللي حضرتها وأحلى مسرحية كوميدية هي كوشي كوشا متاع صالح الأبيض الفنان القدير الموجهولة تحية بكل تأكيد. مالك قال لأهلين وصحة فطور كم وعليش إن الحملات الخير يزيدوا في شهر رمضان وبعدها تختفي لاعتقاد الناس إن هو الأجر في رمضان لذلك يزيد فيه الصلاة وأعمال الخير والزكاة إلى آخره. ولكن التعليق اللي تقرأ فيه من مالك. مالك هو اللي ربح معانا إن احنا نديروا له منشن على الانستغرام ونديروا له أيضا فولو ونصوروا مع بعضنا. ومالك أكيد هو الشرطة أندرسكور في البداية أول الصفحة. أعطينا الأستاذ مالك ام اي بس في أندرسكور في البداية بعدين مالك قبل مالك أيوة ام اي ال اي كي. كويس نحن خلينا توا حنطلع طبعا فاصل يعني. علي ما نحن منشنا مالك وأكيد الفقرة الجاية ما تعدوش بعيد. الفقرة الجاية كلها أكيد فيها حيبان فيها القدرات الهائلة بتاع الشباب في الطبخ. يلا ورينا مالك. اهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم طبعا نحن قلنا مره في الاسبوع حنديروا كل واحد منا يطبخ ونصوروا
الطبخات او يطيب ونجيبون هنا، بس انتم حتكونوا حكم حتى في الموضوع هذا ولا عبير؟ اكيد حتى الناس يقدروا يشاركوا معنا حتى في الفقره هذه وحتى في الاكل، وتبعتونا تقولون شنو هي احسن اكله عجبتكم اليوم. طبعا اليوم اللي تطبخ انا ومنى وعصام، ايه عشان هيك يعني مش حتقدروا تختاروا كويس لان ديما يختاروا فيها. اه والله بالضبط، يعني هم صراحه انا حنكون يعني اعترفوا في اختياري أمين وامين في الاكل، وانا في رايي يعني اكيد حنكون حكم وهو اكيد حنحكم، وانتم قولوا في التعليقات مرضين بحكمي على الاكله اللي حناكلها وحنقول لكم لو هي حلوه ولا هي بس مش حلوه. المره الجايه عليك مبدئيا هي تعبيرها كده مش عبير. حلوه اكلتنا احنا. شكرا. كويس، خلينا ناخذ ويبقى السحور. مش السحور، قبل السحور نقول شنو تصبيره. بيتزا حلوة. بعطي حطي شوي حداكم. ده هذه شنو عيسى؟ فاصوليا. فاصوليا. كويس، طبعاً الباقي لنا الصفرة ما شاء الله. عشاء كامل. في إبداعات الشباب. الحمد لله. طبعاً كل الأكلات هذين للأسف أنا وإبراهيم ما درناش اليوم، أنا بالنسبة لي ما لحقتش صراحة، روحت متأخر وبعدين كنت برا، فالمرة الجاية أكيد أنا وإبراهيم حنديره. أنا متأكد إن إبراهيم يعني حتكون صعبة شوية عليه لكن حيتعلم. متأكد إن إبراهيم مش حيدير. لا لا حيدير أكيد لازم. بليش يا عصام. تقدروا طبعاً حنقول لكم كل حاجة من دايرها وتقدروا تشاركونا من خلال التعليقات سواء على الإنستغرام ولا فيسبوك. صحيح. ولا تويتر، لكن حنشوفوا الشباب كيف داروا كل حاجة. نبدو بيك عبير. يلا نبدو بعبير. هاي هذه تجهيزات عبير، يعني دارت البيتزا بجديات تجنن. حلوة منى؟ حلو. إبراهيم
حول الله على المجاملات توحدها حلوه حلوه على طول. نور الله كان خاطري في البيتزا يعني انا صحتين منى هيا قول انت. هو بصراحه يعني فيها الحس فيها زايد لكن كان درتيها بنين كان احسن لكن انت مازال ما ضفتيش الحاجه الثالثه وهي الصلصه هذه هي النقطه المهمه. كمان اليوم صلصه مش زايد والزيتون خلينا نكمل راي عاد انا الواحد حر. انا اشوف انا تون رد على البيتزا عجبتني. انا بالنسبه لي عجبتني البيتزا. شكرا يا عصام. انت بيني جاملك ولا حكيتي قصدك انت هذا كله درت بيتزا يا ستة ساعات واقف في المطبخ معقولة ثلاث ساعات على بيتزا ما شاء الله منى يعني طبقها ما شاء الله اتوقع حاجات ثانية اوكي خلينا نقرا بعض التعليقات قبل ما نعدوا للفيديو الثاني والاكلة الثانية تقدروا تبدوا عادي انا مش فاضي ابدا حنقرا شوية تعليقات على الفيسبوك اللي هو على الانستغرام السؤال اللي كان موجود على الانستغرام فيما يتعلق بالحملات الخيرية في شهر رمضان وحنبدأ بأول تعليق معايا شوي نجيب التعليقات الأخيرات عندنا تعليق من سمر قالت لأن معروف في شهر رمضان إن شهر الخير وفي الحسنات أكثر والناس تدور في الأجر شكرا لك يا سمر على الفيسبوك لو في تعليقات على الأكلات أنا وعلى عندي أكل أنا عندي بصراحة حابة نجاوب ميهاد التومي لها كم حلقة تسأل منى أنت أوتاكو حنجاوبها المرة هذه بصراحة أنا كنت نتمنى أني نكون أوتاكو بس للأسف مش أوتاكو لكن هي طبعا تسأل فيها على الأنمي أنا متابعة الأنمي بس بفترات بسيطة يعني أكيد أنت أوتاكو ف أهم شيء شباب أنتم فاهمين أنا أوتاكو أنا مش فاهمة حاجة ولا أوتاكو ولا أنت مش أوتاكو أنت مش فاهم الأنمي أنا أوتاكو والله كويس أكثر مني أنا تنوضح لكم بس ممكن هي البيتزا يا عبير ممكن الناس تسأل على أوتاكو هي كلمة يابانية طبعا تعني ممكن بالمعنى الحرفي مدمنين الفن ممكن يكون مدمن القراءة ممكن يكون مدمن الأنمي فهي تسأل يعني إن كان أنا ممكن مدمنة يعني شكرا نقول ملاحظة شباب البيتزا عبير ممتازة شكرا شكرا للشهادة رائعة هذه أول مرة طبعا نصرح لك بهذا التصريح لا جد حلوة شكرا تسلم يديك حتى هم ثلاثة ساعات أوكي نقرأ بعض التعليقات قبل ما نشوفوا الفيديو الثاني يلا من صابرينا من صابرينا قالت المنظر يشهي هلبة صحة على قلوبكم شكرا يا صابرينا من فرح ما شاء الله على أكلات شكلني شهي وأنا من محبين برنامج وصحتين على قلوبكم فرح رقص من درنا منورة يا فرح وكل سنة وانت طيبة إن شاء الله جولي موسى خلاص اليوم ما فيش سحور أكيد ما فيش سحور بنخش على السحور بعدين يجي الموضوع تاني من وفاء الفزاني قالت أكيد عبور هي اللي فايزة ولا عبورة؟ عبورة طبعا ما شاء الله عليه عبورة أيضا من أروى الشريف نقرأ شوية؟ نقرأ كم تعليق قبل ما نأخذه يلا خلنا قوان تعليقات البيتزا أهم شيء نبيل عبد الحميد يقول هي البيتزا عبير منورة تعليقاتي شعورك انت تعليقات البيتزا تسهل بنحك فيها تهل في تعليقات منير يقول صحتين البيتزا من منظرها حلو جدا لا حلو سمر العبد اللي تقول صحتين البيتزا من شكلها روعة يا عبير يا نشجع في روحي ناخذ ابراهيم من عندك باش نشوفه اوكي صح عندي جيرلي قالت بيتزا بتاعك شكلها مشهي جدا يا عبير منظرها يسهف يا عبير من منال ايضا مش عارف الاسم مش واضح قدامي بس هو دبليو اي زد دبل اي ال قالت شكلها حلوه البيتزا يا عبير تسلم ايديك شكرا صابره قالت الاكل شكله يشهي بكل تسلم ايديكم جميعا اللي دايرين الاكل كويس. منهم انا تو نبغى نشوف عصام وهو يجهز الاكلات اول شيء شندرت انت عصام قول لنا قبل ما درت فاصوليا درت حاجه انت ما بتحبهاش فاصوليا ما شفتهاش انا شربات حاجه انت ما بتحبهاش صبيت من الهجوم عليها حسيتك في الفيديو مش قدام الكاميرا شنو الثانيه شربت فقاع حاجه انت ما بتحبهاش شربت فطر يعني مش اصحاب شربت شنو فقع لا سوري فقع يلا خلينا نشوف عصام كيف دار لنا الاكل يلا We'll be right back.
هذين كانت تجهيزات عصام، يعني درنا الفاصوليا ودرنا شربة الفقاع. طبعا أنا حنذوق بعد البرنامج بصراحة. أنا حلوة الشربة، مو الشربة حلوة. شوف أنا مذوقة يعني من قبل من عصام، فما شاء الله عليه يعني طباخ. والله طباخ. يعني أنا بنذوق شربة الفقاع لأن شفت شربة الفقاع جميلة. بقولكم رأي بكل صراحة وبكل صدق. واضح. كل صدق. عصام أعطيني الطريقة. على الهواء لحظة تعطيني ناخذ شوف جميلة جميلة لا ما جميلة أنا جميلة والله طبعا شوف عصام لا لا نشوف حاجات طبعا لكن لغتك صراحة صدق نقرأ كم تعليق جوري موسى قالت عبير دورة لكن ثلاث ساعات في الوزن واروى الشريف قالت نعطيها 5/5 على احنا البيتزا. حيكون في فايز صح في النهايه. تو انا الوحيد اللي اهم شفتي تو كلهم ياكلوا يا زبيبه وانا الوحيد اللي ما ناكلش قالت عليه. ليت في الفاصل انت. ايه في الفاصل ما تقولش. هو اول ما يطلع الفيديو طبعا اللي ما تعرفوش اول ما يطلع الفيديو على طول علي يبدا ياكل يعني اغلب اغلب اللي الوكل اللي واكلينه هنا هو واكل علي. لا برافو عصام والله صراحه. شكرا يا حسين. لطيف الفاصوليا تمام. يس. كم تعطيها من 10؟ وليش؟ لا لازم في تصويت. 8 وانا كويس 8 ممتاز رقم. لا ايه يلا بنشوف شيء حد يعرف يدير وانا البيتزا ايه تسمعش سكر ودانا 8.5 9 بقى كويس. انا بالنسبه لي انا بجديات مقيم بالنسبه للبيتزا 10/10. شكرا والله عجبتني الجديات. بالنسبه للفاصوليا 8/10 عصام. كل ما اعطيني 10/10 ايش رايك ما قلتيناش؟ لا ما شاء الله انا حكيت يعني بعد الذوقه مش قبل الذوقه. لا ذقت الشوربه مش عاديه حنكملها اكيد. والبيتزا؟ البيتزا تجنن انا بدري شوي كمان. الشوربه ما قلت رايك. لا ابراهيم قصدي على التعليقات. اوكي انستغرام نقرا من او ام قال صح فطوركم وبالله نبي تحيه لاحلى عيله عائلة المرحوم مفتاح مصدق إن شاء الله ربي يرحمه ويحفظ أميمته يا ربي رحمة الله عليك. وكلكم منورين شكرا لك. أمين قال صح فطوركم ربي يحفظكم يا غوالي وأنا نحبكم هلبة تقريبا هو نفس التعليق اللي قريته بدري. سارة قالت مساء الخير وصح فطوركم شباب أنا ديما نشارك معكم وأقرأ تعليقي بليز أو قرينا كويس خلينا نشوفه منا شن دارك يلا يلا, يلا. We'll be right back.
أحلى شيء الأكل مع اللمة والصحبة والأحباب، كان بالنسبة لي أنا أحلى عشاء. شن رأيك في الطبخ؟ طاجين حلو، كيمياء حلوة. شربتي قمردين؟ لا مش شربت الصندوق، أكيد حلو. الكيمياء حلوه صراحه. دكتي بابا غنوج؟ هذا بابا غنوج هذا بنحسدوا عليه تو شويه اخرى غير تجي الخبزه بس. حلو اصلا. كويس نقرا بس كم تعليقات، كم تعليق شباب قبل ما نطلع عشان الوقت ترى واخذنا بالضبط ثلاث تعليقات. اروى شريف ما شاء الله عليه، عصام شغل منظم ومرتب، ابراهيم سالتك الاكل حامض ولا شنو؟ والله هو مش حامض بس لا لا حلوة الفاصوليا بنتها حلوة، الفاصوليا فيها حرورية هيك عجبتني، هذه أنا لما تعجبني حاجة نقولك فمش قصة حامض يتحرك أوكي كنت طلعت بمشيك إليك. آيات قالت حسيتها جنينة ربي يعطيك الصحة، نحسها بيربح هو إن شاء الله، كلهم رابحين ما شاء الله شباب اللي معنا. آخر حاجة عندك على أنا طبعا كل التعليقات البيتزا 10/10 كلها كلها مفيش أي تعليق غيره كلهم على البيتزا بصراحة. كويس خلينا نطلع يلا حنمشي لفاصل، بعد الفاصل حيشاركونا أكيد سهرية سبورت في سهرية. بكم جديد طبعا، اول شيء بنسال المهند شو رايك بالاكل اعطينا من غير ما تعرف كل حد شنو داير. والله بصراحه الكيمياء كويسه، كويس شكرا، الشربة كويس كويس، شكرا، الفاصوليا كويسه كلها كويس، السلطه كويسه، السلطه والطاجين كويس. مهند ما عندكم شيء سهريه سبورت؟ ما بنقدرش نزعلكم كلكم يعني بصراحه، لازم نشكركم جميعا. لا انت ما تعرفش حتى من اللي دارها، قول رايك بصراحه. انا نعرف ان الفاصوليا هذه من ابداعات ابراهيم الحوتي. والله كذاب لانك ما تديرهاش مستحيل. طبعا قبل ما نسلك على سهريه سبورت وانا ناكل، منى قالت لي استنى معش تاكل عقب لي شويه، قلت لها كانك مكليتي على الهواء صح ولا مش صح؟ المفروض ما نعطيهاش. لا انا بناكل بعد الهواء انا. لا اكيد السحور باش يمسك شوي. طبعا مهند عندنا سهريه سبورت بعد شوي، يا ريت تحكي لنا شنو سهريه سبورت اليوم. حنكون انا وزميل اسماعيل فيها، عندنا دوري الحميضه امس كان الافتتاح. وجهه التحيه. طبعا شباب امس كان في لاعبين كبار في الدوري الليبي زي خالد مجدي وسالم روما وكذا، حنشوف الفيديو اليوم في سهريه سبورت. عندنا خبر على روبن فان بيرسي، حتى هو بكره اخر مباراه له حيعلن اعتزاله رسمي الكورة، حنتكلموا عليه شوية. وسؤال حلقتنا اللي يقدروا يشاركونا بين الناس اللي تتابع فينا في سهرية، هو من هيتوج بلقب الدوري الإنجليزي بكرة؟ مانشستر سيتي ضد برايتون وليفربول ضد ولفرهامبتون. يعني كان فازوا مانشستر سيتي خلاص ينتهي الدوري لصالح خلاص. طبعا ليفربول مباراة أصعب على فكرة قدام ولفرهامبتون، ممكن مانشستر سيتي أسهل على الورق قدام برايتون معنا خارج أرضه، بس مانشستر سيتي انا نشوف شيء متوقع. هم 94-95 توقع 94-95 وكويس ان ليفربول تحسب له ودوري صراحه سنه ممتاز. وتخيل انت النهائي الشامبيونز ليج
2 انجليز توتنهام وليفربول، 2 انجليز واليوروبا ليج. والمفارقه ان بطل الدوري الانجليزي اللي ممكن بكره حيتوج مش موجود في النهائيين، ومانشستر يونايتد اللي هو ممكن اكبر من الفرق بينا في برضه مش موجود، اوروبا مش موجود حتى هو، بس حاليا مش اكبر يعني. كويس، تقدروا كلكم تشوفوا بعد الفاصل برنامج سهريه سبورت وتشاركوا بالتعليقات على سؤال الحلقه اللي هو من حيتوج باللقب الدوري الانجليزي؟ ان شاء الله ليفربول، بس انت منتعش اليوم، ما يجينا الجماعه في رنتينا ليفربول وجو سمح يعني مخلطه. خلونا نطلع فاصل قصير، ردوا بعدها مع سهريه سبورت. يلا تصبحوا على خير. السلام، تعال.